بيدك كمان بتطف عن جديد وكتفلك كل جيك علم ما جتي مش ملالني النار ونسى في سلام وابو سعيد النبي عم وغيره ما قالوا وغيره ما قالوا أكبرنا أبو الأكبر محمد بن يعقوب قال أبنانا لبيب سليمان قال أبنانا شعبي قال أبنانا سفيان قال أبنانا زوري وقال أبنانا أبادي من نعي أبادي من نعي تبيب عن أمه عبد الله بن زيد قال شفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال لي يا ابي معاويه يا ابي هذا رد وريش يا ابي معاويه
بيده النتامان عن جليل من مجدتاه أنه قال ثم توجه ومسى له كيف قلنا له ما هذا الذي سنى فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنى مثل الذي سنعته. رواه مسلم في الصحيح أيام يعلى وغيره يا نبي محمد وقد يقول البخاري عن وجوه آخر عن وفي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد قال حدثنا عبد محمد بن يعقوب قال حدثنا الاخبار بن الوليد البيروتي قال اخبرنا سعيد قال اخبرني شيبان عبد الرحمن ان عازي بن بادر بن ابي النجوم كانه حدثه ابن النجوم انه حدثه عازي بن قال اتيت سفرا عن سالم فقلت له انك كنت امرا من اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد حق في صدري قال كان يامرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا نخلع قال صفوان كان يامرنا نبيك الله اذا كنا سفرا او مسافرين 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 او لكن من بول وغريب ولو من لقد نزل ويتم يكون صفر من بول هذه بوليتي في غريب من باب الامور من تقالي رباتكم فلم يكن مستانا حسن صحيح حسن لذاتي حسن من باكراتي جيت حسن تامت من سريع كبير بيتابد الله وبقال برنا عبد الله جل وقال برنا عبد الوليد فكيف قال تدرات عبد الله بن شيراوي قال حدثنا عبد الله بن عظيم قال حدثنا وكيع بن سعد عن عبد بن ابي النجوكي عن جرير عن صفوان بن عسار قال لقد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره بين المسافر سلاما الى من جنابه ولكن من ضعيف القول قال ابو الوليد لم يكن او به غير مسعار غير مسعار غير مسعار لم يكن تقول واتا دبا لاوليه فالرجاء غير مسير مسير مثل اما ليس تلقي ما سيقال صوت عاشقي وقال واخبرنا المؤمن ان الحارثي قال حدثنا علي بن عمر العابد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر وابو عبد الله احمد بن عامر بن عثمان عثمان بواسطه قال حدثنا عمر بن سنان قال علي قال علي وحدثنا ابو الطيب يزيد بن الحسن بن يزيد البزاز قال حدثنا محمد بن اسماعيل الحسن الثاني قال قال جليل امامي يا محمد حدثنا وكيع قال حدثنا مشعر فذكره بمثله فذكر ابن المعجيز وانا جبته ذوق محمد محمد بن اسماعيل كن جبته مثل ابي سلسله مثل ابي سلسله وكيع حدثنا مثل جاريه من ذو بيت وكيع انا بلا رسالي سري والطاقه وكيع عبد الله بن هاشم إذا وكيد إذا وكيد سيدنا من يا بس وكيد سيدنا من يا بس
الاتصال بمثل أجهزة الريح برصوت وكي خطا بمثل أجهزة عبد الله المعاشر كذكري مثل أجهزة عبد الله المعاشر وجيس اليكم المؤمدي في أين شكر محمد الانتنان على قال علي لم يكن في هذا الحديث قولي غير وكيه ام مسعره مسعره دام وكيه ما ينطق له به دام سكسك على الدرويش باب الوضوء من المذي والودي باب الوضوء دون قدم من خروج المذي المذي بوته والذي بوتاته لقدم وقال أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي قاتل الكوفة وأبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي من نيسابورة قالوا حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن زهير بن الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن الله الحسن قال أخبرنا وفي من أيام عن منذر بن أبي على فأمرت المجال الملك فسأله فقال يغسل ذكره ويتوكل ولو كان علي يأتي وأنت علي لو دوت كما جلب علي خير متفق عليه نبي عليه الصلاة ويتوضا
فلا أقول وأمر الصلاة. فقال ذلك إرق وليست بقية. ولكن هذا
خارج من قومه ولو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. ارحب يا دكمي بتطفى عن جديد وكتفلك كنجي.